الرحمن من الشيطان الرجيم. أما بعد، نصيحتي إذا فات وقيت المدعو في الفوسة عدم الحصير في الطعام، لأنه اشتهر بهذه العادة القبيحة والمخلة بالحياة، وأنصحه عدم ممارسة المهنة أبدا ما دام حي. ولهذا اقترح عليه أن يترك هذه العادة السلبية، لأنه سيفسد شباب جزائري المسلم المجاهد في سبيل الله. ولهذا وبمناسبة هذه المناسبة الكريمة اقترح على فارس أن يترك العادة القبيحة التي مارسها والتي هي من طبعه والتي هي طارئها والتي هي قالتها. أيها فارس خاف الله، إنك كبير على هذه الأشياء فلا تمارسها أبدا. وسبحان الله عما يقولون. وقلت له ألف مرة لا تمارس العادة الشنيعة، فمارسها وظل يعاكف عنها. وقالت الحاجة أنني أشف بك بنص عين، وقلت لها أنني شفت مرض ضحكت الحاجة من قلبها. شو بالذات؟ لا كنت. إيه، شو بالذات؟ وضحكت من واحد تبكت.